السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لما طلعت معاش ابتديت أجيب معدات كتير علشان أنمي الهواية بتاعت النجارة اللي عندي. أول حاجة استخدمتها في شفط الغبار كانت المكنسة الصغيرة اللي انتوا هتشوفوها على الشمال هنا. طبعا المكنسة دي ابتدت تتعب ومش مستحملة شفط الغبار الكتير اللي احنا بنطلعه من الخشب. فاشتريت مكنسة 80 لتر كراون اللي انتوا هتشوفوها برضو على الشمال، وبرضو اكتشفت انها مش كافية لشفط الغبار. بقالي سنتين جايب هذا الشيء علشان اعمل بيه شفط غبار، وبقاله عندي سنتين وما حاولتش اعمل المشروع ده، فتعالوا نعمله مع بعض. ده بيسموه برا، يعني بيتركب عليه جزء فوق بيبقى اسمه سايكلون اللي بيعمل الدوامة، وهنحاول نعمل حاجة كويسة وبسيطة لأن ده هيكون أسهل في تفريغ الغبار، أسهل من المكنسة الكراون. المكنسة الكراون الهيد بتاعها 3 مواتير، لما باجي أشيله محتاج 3 يشيلوه. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل الحاجات دي إزاي. يلا بينا. إحنا هنعمل إيه بقى بمنتهى البساطة؟ إحنا هنخرم هنا وهندخل خرطوم المكنسة من هنا، وهنخرم هنا وهندخل الخرطوم اللي هنشفط بيه الغبار من الناحية التانية. طريقة تدخلهم هتبقى طبعا قطع دائري بالبنطة الكوباية، وهنا دي هنستعمل فيها هنا وهنا مواسير وكلها حاجات بلاستيك يعني. الميزة في هذا الشيء انه الحزام بتاعه حلو حديد، انه بيقفل على القرصة الخشب دي. يمكن هنحتاج جلد. الميزة برضو في هذا الصندوق ان القاعدة بتاعته خشب، والكرتون الدائري ده كله مقوى جدا وما بينفس، على الاقل مش هيسرب الغبار. انا علمت في النص هنا، ده هنا اللي هنعمل فيه الخرم بتاع دخول خرطوم المكنسة اللي هيروح للمكنسة، وهنا الخرطوم اللي احنا هنشفط بيه الغبار. يلا بينا نبتدي نخرم. طبعا السرعة بتاع تصوير الفيديو مضاعفة 3-4 مرات علشان ما نضيعش وقتكم في التخريب. هنركب المواسير والجلب بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا بنستعمل الكلة بتاعة المواسير، معرفش اسمها ايه، كلة مواسير يعني. المواسير دي قطرها اعتقد انها 3.5 سنتي، والجلب كذلك. في تعديلات عملتها بعد لما ركبت الكوع ده، قصرت الحتة الطويلة دي جامد جدا. طبعا بمسح الزيادات بتاعت الكلة لان منظرها بيبقى مش حلو، ولان لونه مش حلو اساسا يعني. ركبنا الكوع بالماسورة بتاعت شفط الغبار اللي هي على جنب. طبعا بنراعي اتجاه الكوع، لازم يكون في اتجاه دوران الصندوق. وبنركب دلوقتي الماسورة والجلبة بتاعت الخرطوم اللي هيروح للمكنسة، وهنركب اخر ماسوره ونسيبها تنشف ونرجع لكم تاني بعد لما تجف. التعديل اللي انا قلت لكم عليه في الجزء اللي فات هو ان انا قصرت الماسوره دي، زي ما انتم شايفين لما تتحط كده هتبقى اتجاه الدوران، هيعمل الدوامه لجوه. ده التعديل الوحيد اللي عملته. تعالوا نجرب قبل ما نكمل بقيه الشغل. اخبار الشفط ايه؟ هنقفل الحزام. ده هنا خرطوم المكنسة. طبعا انا صنفرت هنا شوية علشان الخرطوم يخش. الناحية التانية هركب الخرطوم اللي هشفط بيه الغبار. واقول لكم ايه بقى، لقيت عندي خراطيم مكانس قديمة متشال عندي بالهبل، فوصلتهم ببعض، مش هشتري حاجة جديدة يعني. وهنا ده اللي هو كان مكان الجزء اللي بيركب في اليد، قصيته علشان احطه هنا ودخل شحط بالملي. تعالوا بقى نجرب نشوف الشفط اخباره ايه. طبعا انا قلت لكم ان المكنسه 3 مواتير. هنبتدي اول موتور.
شفتوا قوة الشفط عاملة ازاي حتى من غير حزام؟ تعالوا بقى نكمل بقية الشغل. انا قلت لكم ان في جزء بيتركب هنا بيتسمى السايكلون او صانع الدوامات. انا مش هعمله من فوق، انا هعمله حاجة من تحت، اختراع جديد وغير مكلف. الاختراع اللي انا هعمله هنستعمل فيه علبة البويا الجي ال سي دي. طبعا هي فكرة مجنونة وهنشوف اذا كانت هتنجح ولا مش هتنجح. هشرح لكم الفكرة بسرعة. هنيجي هنا هنعمل فتحات طولية في الجزء ده وهنقص ده هنا هو كده، يعني هنخليه مثلا 2 سنتي وهلزق الجزء اللي انا قصيته هنا اسد بيه الفتحة دي. ليه؟ علشان امنع تسريب حتى الغبار الصغير الناعم جدا ان هو يخش المكنسة. هتنجح ولا مش هتنجح؟ هنشوف مع بعض، هنجرب، احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنجرب. يلا بينا. علمنا مكان القطع في علبة البوية 3 سنتي، هنخلي الحافة عالية 3 سنتي. بنعلم طبعا بالكوستيلا وبنقطع بالمالتي تول اسهل حاجة. بعد لما خلصنا قطع بنساوي الحواف بتاعتها على الصنفرة اللي انا عاملها قبل كده بموتور مية قديم. علمت مكان 8 فتحات في الماسورة اللي هفتحها وهفتحها بالمالتي تول، لكن اكتفيت ان انا عملت 4 وقلت اجرب الاول. هنفتح اول فتحة مع بعض وهننظفها وهنصنفرها وبعد كده هنخلص الباقي ونرجع لكم. فتحنا 4 فتحات بس، هنشوف قوة الشفط. طبعا لازم نجرب قبل ما نصنفر ونشيل الزيادات دي، وهو حتى مش محتاجين نشيلها، يعني دي حاجة موجودة جوه. هنجرب ونشوف الشفط عامل ازاي قبل ما نكمل، هل هنحتاج نفتح فتحات تاني او نوسع دول او تستنى على كده. يلا نشوف النتيجة، ساعة الامتحان، يكرم المرء أو يهان. طيب نكمل بقى بعد كده كمان. هننضف ده شوية كده تمام وهنركب الغطاء اللي هنا. يلا بينا. سوبر جلو ومصلب وهنبتدي نستخدمه علشان نحط راس العلبة ونحط تقالة عليه كمان، شاكوش تقيل كده علشان يثبت وينشف. وسطنته كويس جدا وتأكدت ان هو في الوسط. قبل ما نعمل اي حاجة اوريكو ان المكنسة نظيفة وانا مفضيها وزي الفل، والفلتر غسله كمان. ادي المكنسة من جوه اهي فاضية، وادي الصندوق المدور الكرتون فاضي. هنركب الغطا مكانه، الحزام هنربطه، ولو ان احنا شفنا انه مش محتاج ربط حزام، هو قوة الشفط اساسا جبارة. هنحط خرطوم المكنسة، هنحطه هنا، هنحط الخرطوم اللي هنشفط بيه النشارة هنا، وهنشغل وهنشوف ايه الاخبار. Thank you.
نفتح ونشوف النتيجة. تعالوا بقى نفتح المكنسة نشوف راح لها قد ايه. تقيلة الراس بتاعت المكنسة يا جماعة، تقيلة. يا السلام، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ طب هل احنا خلصنا كده؟ لا لسه ما خلصناش، يلا بينا نكمل. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اركب عجل في اي حاجة في الورشة عشان يبقى سهل تحريكها، الواحد سنه كبر وما بيقدرش يشيل. فهنا ركبت اربع قواعد MDF اركب عليهم العجل ابو فرامل الصغير. طبعا احنا بعد ما نخلص الفيديو ده الاسبوع الجاي عندنا الجزء الثاني من الفيديو اللي هنستعمل فيه السايكلون ده استعمال قوي جدا ونشوف النتائج بتاعته. اتعشم لغاية المرحلة دي يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لاشتراككم ومتابعتكم، ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله في تجربة قوية.